مرحبا بكم مجددا. لا أحد ينكر أن هذه السنة هي سنة استثنائية بامتياز. كل الأشياء التي ظهرت غريبة عجيبة، ابتداء من هذا المرض أو هذا الوباء الذي أقفل الحياة وجعلها دون معنى وجعلها في حالة ركود دائمة، إلى هذه القضية التي شغلت الجميع وقضية ملغزة، لغز يجر لغزا آخر. أتمنى أن يرفع الله هذا الوباء، لأن الجميع يعيش ضائقة مالية وديون. أنا شخصيا عندي ديون، يعني ديون لكن ليس مبلغا كبيرا، مبلغ بسيط وعلقت فيه صراحة، ورية تأكل وتنهب الأموال، يعني تنهب ولا تشبع الأموال، وذكية، ذكية جدا في قضية الأموال. رية عملية ذكية هدفها المال، يعني دبرت كل الأشياء للاستيلاء على الأموال، وأقسمت ألا تعطي شيئا لعائلة سوشانت. يعني يشاع ويقال أن العائلة لن تأخذ ولا فلس من أموال وممتلكات سوشانت، لأنه إذا كانت القضية قضية انتحار، لو كانت قتل يعني ممكن أن يأخذوا بوليس التأمين، يعني مبلغ التأمين هو مبلغ مهم جدا. يقال أن ويشاع أيضا أنهم رفعوا القضية ضد ري على أن الموضوع قتل فقط ليأخذوا بوليس التأمين، يعني كما يشاع، يعني الأخبار كثيرة حول الموضوع، يعني لأنهم سكتوا في البداية مدة شهر أو أكثر، وبذلك انتفضوا لأنهم فكروا في الجانب المادي، والله أعلم. يعني الأخبار كثيرة كثيرة تروج في هذه القضية. كما تعلمون اسم امتياز خاطري يتداول، هو شخص في المخدرات وفي المافيا، وهو الصديق المقرب جدا لسورج بانشولي، صديق، يعني هذا الخبر مؤكد والصور تدل على ذلك، صور كثيرة، ابحثوا وستجدون ذلك. شاهدتم الفيديو الذي فيه امتياز خاطري؟ هل شاهدتم ذلك الفيديو؟ امتياز خاطري يدفع سوشانت وكأنه يراقبه أو يختطفه، يعني وسوشانت مضغوط جدا وخائف كأنه يبكي من الداخل. لا أعلم بصراحة فيما تم توريطك يا سوشانت، حتى أصبحت مستعبدا لتلك العصابة، تأمر وتنهى وتحرك كما 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 تريد. فلنشاهد الفيديو. امتياز خاطري رفقة سوشانت في أحد الحفلات، أعتقد عيد ميلاد أحد الأشخاص. انظروا. انظروا كيف يسيطر عليه، يقوده يعني ويراقبه كأنه يختطفه، دائما في صف يختطفه ويدفعه يدفعه. انظروا كيف يسيطر عليه، كأنه يتحكم فيه. هنا سوشانت يريد أن يجلس بالخلف كنجم يعني محترم أمام امتياز، فيأمره بالذهاب إلى الأمام. يعني أي عقل نجم يعني معروف يجلس في الأمام والعصابة تجلس في الخلف كالأمراء؟ ما هذا؟ انظروا إلى ردة فعل سوشانت حين أمره بالذهاب إلى الأمام، يعني هناك انكسار في عيونه وكأنه حس بالمهانة والذل في هذه اللقطة بالذات. أراد أن يعتذر، أراد أن يعتذر من امتياز. جلس غير لاحظوا حركة سوشانت، غير مرتاح، غير مرتاح، غير مرتاح ومضغوط. أراد أن انظروا انظروا، أراد أن يعتذر أو يلقي نظرة على امتياز وردة فعله، هل هو مستاء منه أم غير غاضب منه؟ يعني امتياز لم يعبر، لم يعره اهتماما، يعني حتى حينما تطلع فيه هو نظر إلى اتجاه آخر، لا غير مكترث به، كأنه غير راضي عن سوشانت. سوشانت أحس بالضيق هنا، كأنه بكى من الداخل. انظروا، ويحاول أن يبتسم فقط. انظروا في هذه اللقطة بالذات، سوشانت أحس بالذل والمهانة حين أمره بالجلوس إلى الأمام، كان كالشاة التي تساق إلى الذبح. انظروا هنا يحاول الاعتذار أو يبرر شيئا ما وهو خائف. انظروا إلى نظراته، لم يتطلع فيه. انظروا إلى نظرات سوشانت ويحاول أن يبتسم، يدعي أنه يبتسم أمام الكاميرات.
كما شاهدتم فيديو خطير متداول، سوشانت مطوق بتلك العصابة التي تقوده وتتحكم فيه، يعني حتى الأوامر. أمره بالجلوس إلى الأمام ليس إلى الخلف كنجم محترم. حين أمره رأيت أنا كسرة في عيون سوشانت، أحس بالذل والمهانة. حين جلس في المقعد الأمامي أراد أن يعتذر أو أراد أن يلقي نظرة على امتياز، امتياز لم يعره اهتماما، وجه نظره إلى اتجاه آخر كأنه غير راضي عنه. يعني حينها سوشانت تلاحظون إحساس متضارب، أحاسيس مجتمعة يعني متضاربة، إحساس بالخوف، بالمهانة، بالذل، بعدم الارتياح، بالضغط يعني. وأحاول أن يبتسم إلى الكاميرا. يعني ما الذي ورطك يا سوشانت؟ فيما تورطت؟ يعني كيف دخلت إلى تلك المافيا؟ أكيد عن طريق ريا، في أعمال مشبوهة ربما. حين رفضت أو أردت إيقاف الأعمال ربما تم التصفية، هذه مجرد تخمينات يعني، لكن لا أعتقد أنها بعيدة كل البعد عن ما حصل في الواقع. إذن قضية اختراع سوشانت لعلاج للكورونا أو هكذا مسألة مستبعدة. سوشانت كان مغيبا هذه السنة بأسرها يعني. أين هو العقل النابغ لسوشانت؟ تم تدميره وتخديره يعني. سوشانت كان شبه مغيب ويأخذ جرعات من المخدرات وأدوية أخرى تحطم وتدمر الدماغ يعني. لا تتوقع أن يخترع شيئا، تم تدميره فعلا. والدليل آخر فيديو وضعه يعني على الإنستغرام يعني قبل وفاته، يعني شخص غير الذي تعرفونه إطلاقا إطلاقا. إذا هذا آخر فيديو لسوشانت. انظروا إلى سوشانت كيف يتكلم بطريقة غريبة ويشير بيديه، هو لا يستعمل يديه كثيرا في تعابيره. انظروا أيضا إلى الهالات السوداء حول أعينه، يتحدث بشكل غريب كأنه أخذ جرعات كثيرة من المخدرات يعني. الشخص مخدر، انظروا كيف يتكلم، أين البريق الذي كان في عينيه؟ أين تلك الحيوية؟ أرحد الأرق والظلال السوداء تحت الأعين كأنه لا ينام، شخص غير مرتاح. طريقة الكلام مهتزة بعض الشيء، ليست لشخص واثق من نفسه وكما كان سابقا. انظروا الكلام ككلام طفل صغير يعني ساذج، حتى غمزة الأعين ليست كما في السابق. لاحظتم تغيير؟ آخر فيديو وضعه سوشانت في الإنستغرام ليس كما هو. المفروض البحث عن من صور هذا الفيديو، هل هو سيدارت بيتاني؟ من صور هذا الفيديو للترويج لمسألة الاضطراب الذهني والعقلي أو الاكتئاب يعني. الشخص يبدو غير سويا، غير سويا بالمرة يعني، مع ظلال تحت الأعين كأنه لا ينام، وفي الفيديو واخذ مخدرات أكيد 100%، بل الأكثر من ذلك واخذ جرعات زائدة من المخدرات يعني. الشخص دمر، ماذا سيخترع؟ هل سيخترع دواء كورونا أو علاج كورونا في هذه الظروف؟ لا، منذ أن دخلت ريا خلاص الشخص يعني في الهاوية، في الهاوية، ينحدر إلى الهاوية بشكل تدريجي إلى أن تم التصفية والقتل. عذرا على هذه التعليقات الحادة والقاسية بعض الشيء، لكن تلك الحقيقة، والفيديو خير دليل يعني. ليس هو الشخص الحيوي المتعارف كما نعرفه، حتى طريقة الكلام متغيرة يعني. أنا أعتقد في اعتقادي الشخصي لو عاش سوشانت ولم يقتل لكان أصيب بالجنون أو أصيب بخلل عقلي أو اضطراب نفسي وذهني نتيجة المخدرات جرعات زائدة أكيد. إما أن يصيب بخلل نفسي واضطراب ذهني وعقلي أو يصاب يعني بحالة من الهستيريا تؤدي به إلى الانتحار، قتل النفس يعني. إما خلل عقلي وذهني واضطرابات نفسية عقلية تقترب إلى الجنون والهذيان، أو الإقدام على الانتحار، انتحار سيقتل نفسه أكيد. ليس اكتئابا أو ضعف شخصية، لكن نتيجة الأدوية التي والأدوية والمخدرات الجرعات الزائدة التي كان يأخذها يعني. وقد عرفت أشخاصا آل بهم المصير إلى ذلك يعني، مصيرهم كان الانتحار نتيجة جرعات زائدة من المخدرات أو الحشيش يعني. أشخاص معروفين وأشخاص أنتم تعرفونهم أكيد، أو قابلتهم أو سمعتم عنهم، نفس المسار، نفس النهاية. وأيضا أشخاص من المشاهير يعني ماتوا بجرعات زائدة من المخدرات يعني. هذه حالة شخص غير طبيعي يعني، في طريقه إلى الخلل الذهني أو الجنون يعني.
إن عولج أكيد سيعود كما كان وأفضل لو تم علاجه، لكن في هذه الحالات يعني كان مقصيا، كل الأصدقاء أبعدوا عنه، يعني حاصرته وقوقعته هرية وتعطيه جرعات زائدة من المخدرات والسحر الأسود وأدوية الاكتئاب التي تتضمن تركيبات تدمر الدماغ. يعني ماذا تتوقعون كيف سيصبح مثلا؟ نابغة؟ لا، أكيد تم تدمير الشخص كليا. يعني أعتذر مجددا وأتأسف على صراحتي وحدتي في تحليل الأشياء، لكن أنا أتحدث انطلاقا من معطيات متواجدة. يعني كما لاحظتم الفيديو خير دليل، يعني بغض النظر عن الفيديو أيضا أصلا كان يأخذ يعني جرعات زائدة من المخدرات وأدوية تتضمن يعني تركيبات تدمر الدماغ، يعني بالإضافة إلى السحر الأسود وماذا كانت تحط له في الشاي. يعني أكيد سيتم تدمير ونسف ذلك الدماغ وصاحب الدماغ أيضا. سؤال أخير يطرح، أين سيدهار، أين سانديب سينغ؟ لماذا لم يستدعى سانديب سينغ؟ يعني وهو عضو أساسي في القضية وشاهد ومتآمر وكان حاضرا وأجرى إجراءات كثيرة يوم المقتل والجنازة. أين سانديب سينغ؟ لماذا لم يستدعى سانديب سينغ؟ وهو تبع المافيا أكيد دون شك، ذكرنا ذلك سابقا. والأموال الأموال التي ازدادت في حسابه البنكي، والتغيير الجذري اللي طرأ على حياته من صحفي مغمور بسيط إلى رجل أعمال ومنتج ومخرج وهكذا. يعني أين سانديب سينغ؟ أين سانديب سينغ؟ أين سانديب سينغ؟ سؤال يطرح نفسه، لماذا لم يستدعى سانديب سينغ؟ إذا دمت بألف خير، كان هذا فيديو آخر يعني في تحليلات معينة، كان فيه بعض القسوة والحدة، لكن القسوة والحدة في إطار الحقيقة، كشف الحقيقة. الحقيقة إن كانت قاسية تظل حقيقة، يعني الحقيقة دائما قاسية أصلا، لكن الحقيقة الكبرى أن سوشانت قتل، ورغم ذلك حقه لا زال ضائعا. دمتم بألف خير، إلى لقاء قريب.